شارك معنا على الهاتف زميلنا ومراسل قناة الأهلي الزميل كريم أحمد. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك تحياتي ليك زميل محمد وتحياتي لضيفك الكريم طبعا. طيب عايزين نعرف منك تفاصيل. الأهلي بيواصل تدريباته استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي مساء الأربعاء المقبل، وكان التدريب في الخامسة مساء. قول لنا كل التفاصيل من خلال متابعتك للتدريبات. كالعادة طبعا زي محمد، يمكن النادي الأهلي بدون راحة بيستعد بكل قوة لمباراة غاية في الأهمية كعادة مباراة الإنتاج الحربي. كابتن مختار مختار وكوكبة من اللعيبة ليها حسابات خاصة بالمباراة، إن شاء الله بإذن الله كلنا يعني ثقة في لعيبة النادي الأهلي. واصل سلسلة الانتصارات مستر ريني فايلر اللي بأكد طبعا على الكلام، يمكن الراجل بيحاول بكل جهد الجزء الخططي والجزء التكتيكي في كل التدريبات، تصحيح الاخطاء مستمر بالجهاز الفني بكامل. الراجل بيحاول يطبق فكره اكثر يمكن من كوره، مش عايز اتكلم على مباراه الزمالك كان فيها بعض الكور بنشوفها في التدريبات الراجل بيمرن عليها، الكرات الثابته للجون بتاع جونيور اجاييه، حاجات كثيره جدا. ودي من الاشياء المطمئنه اللي بنطمن بيها كل جمهور النادي الاهلي الفتره القادمه مع الانسجام، ان الراجل لسه برضه يعني الوقت كان قليل جدا زميلي محمد ان احنا نشوف المستر فايلر مع فريق النادي الاهلي بالصوره دي في الوقت القليل ده، يمكن ده مؤشر مهم جدا. مع الوقت ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه تنسجم سريعا ويقدروا يحفظوا، واللعيبه كلها تقدر تحفظ طريقه الجهاز الفني بالكامل، ويواصل النادي الاهلي انتصاراته في بطوله الدوري العام وايضا في البطوله الافريقيه. النهارده ايضا تدريب كالعاده، المحاضره الفنيه الهامه اللي بتكون في بدايه المران والتحضير النظري لمباريات الانتاج، مباريات الفيديو اللي مستر ريني فايلر على طول باستمرار بيتابع المباريات، بيحاول ان هو يشوف كل نقاط القوه والضعف وبينقلها نظري للاعبين وبتتنفذ في الملعب بالنسبه للكرات الثابته، المرتدات، التغطيات العكسيه للاطراف. في شغل كبير باكد عليه بيفضل من الجهاز الفني واللعيبه. احنا كمان سامعين، عايزين نعرف من خلال متابعتك انه كان في تركيز كبير جدا، هل كان في تركيز فعلا في التدريب اليوم على الكرات العرضيه وعلى التصويب والتسديدات من اماكن مختلفه على المرمى؟ بالتاكيد زميلي حمد، زي ما بقول لك الجزء القصصي بيتجنبه يمكن الكرات العرضيه، الكورتات، الكورنرات، الكرات الثابته، ويمكن الراجل بيحاول للمهاجمين يصحح اخطاء التمركزات وايضا للمدافعين في الكرات الثابته يصحح اخطائهم. الراجل مركز بشكل كبير جدا على كل الامور الخاصه بالركنيات، الكرات الثابته، كل الحاجات طبعا النادي الاهلي يستفيد بيها بشكل كبير. والراجل يمكن من خلال متابعته الفترات الماضيه قال احنا بيجي لنا كرات كثيره جدا وكورنيات كثيره جدا وضربات حره لابد ان احنا نستغلها بشكل كبير، فمحتاجه تدريبه. بالفعل الراجل بيحاول ان هو في كل تدريب يكون في فقره مخصصه لهذا الامر. عايز اروح معاك كمان لنقطه بجانب التدريب، وهو بعض المصابين عندنا، يعني يمكن عمار حمدي عايز اطمنك عليه، اطمنك على محمود متولي ايضا اللي بيستمر في التاهيل، ان شاء الله يعود سريعا. الخلفيه دي يمكن طبعا بسبب ازمه كبيره للاعبين، لكن ان شاء الله باذن الله محمود متولي مع العلاج الطبيعي والتدريبات ان شاء الله خلال المرحله القادمه يعود سريعا. عمار حمدي النهارده كانت اشعه في على الظهر، ان عمار يمكن اشتكى من الام في الظهر وايضا عنده نزله برد خفيفه شويه، الاشعه يمكن خلاص نقدر نقول في كدمه قويه لعمار في الظهر، لكن النهارده غاب عن التدريبات الجماعيه. بجانب كل هذه الامور النادي الاهلي هيختتم تدريبه غدا ان شاء الله في تمام الساعه الخامسه، ومنها مباشره الى معسكر مغلق في احد الفنادق القريبه من استاد السلام والإقامة عليه ان شاء الله مباراه الاهلي والانتاج الحربي 8 مساء يوم الاربعاء باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا وتفاصيل اللي تابعناها من خلال مداخلتك معنا على الهاتف يا كريم لكل تدريبات الاهلي واستعداداته وكل التفاصيل اللي بيشتغل عليها الجهاز الفني والجهاز الطبي، تجهيز اللاعبين بدنيا وبرامج التاهيل والاستشفاء لعدد من نجومنا اللي كانوا مصابين في الفتره اللي فاتت او تعرضوا لاصابات طفيفه خلال المباريات الاخيره، وخطط فايلر ورؤيته الفنيه للفريق وجهازه المعاون كمان وتجهيز اللاعبين والوصول الى افضل مستوى والتركيز الذهني والفني والبدني على افضل اداء ممكن نقدمه خلال المباريات اللي جايه ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا لك زميلي العزيز ومراسل قناه الاهلي كريم احمد.